هذا وشهد إطلاق القمر الصناعي ضوء واحد إلى الفضاء تفاعلا رسميا وشعبيا، حيث يعد إطلاق القمر الصناعي إنجازا بحريني قد تم بالتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. تفاعل واسع النطاق في مملكة البحرين بعد إطلاق القمر الاصطناعي ضوء واحد إلى الفضاء، وهو تفاعل وابتهاج لكافة الفعاليات الرسمية والشعبية، إذ تناولت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية هذا الحدث علاوة على الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز بهذا المنجز الوطني. مركز الأخبار كان مواكبا للحدث ولحظات الإطلاق الذي يتطلع له شعب مملكة البحرين من خلال البث المباشر لإطلاق القمر الاصطناعي ضوء واحد. تابع معك ضيف الكريم عملية الإطلاق الآن تتم في هذه اللحظات. نتابع معكم مشاهدين الكرام إطلاق صاروخ فالكون 9 من محطة كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية. وكانت الصحف المحلية قد افتتحت صفحاتها متناولة هذا الحدث من خلال المقالات والأخبار المرتبطة بهذا الإنجاز البحريني الذي يفتخر به من قبل الجميع. أبناء وبنات مملكة البحرين كانوا أيضا من المتفاعلين مع هذا الحدث العالمي المهم، إذ تداولت الحسابات على منصات تويتر وإنستغرام الإنجاز بفخر واعتزاز وبمشاعر تقدر منجزات الوطن في الدخول إلى عالم الفضاء. إشادات وطنية واسعة من كافة الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة بنجاح إطلاق أول قمر اصطناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات، والذي ساهم في تنفيذه نخبة من الشباب البحريني المؤهل، ليؤكد على ما تتمتع به كوادرنا الوطنية من قدرات خلاقة وطاقات استثنائية في العديد من المجالات، ويؤكد أيضا مدى تلاحم أبناء البحرين وتعاضدهم لتحقيق المنجزات.